السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقات كتير بيكون عندنا أسئلة كتير محرجة، ولما نحب ندور عليها على الإنترنت يا إما بنتخبط في مصطلحات علمية مش فاهمين منها حاجة، يا إما كلام من تحت بير السلم اللي هو أي حد كاتب أي حاجة حد ما الموضوع بيوصل لحد الفتي. النهاردة موضوعنا هيكون عن طبيعة السائل المنوي، وأسئلة بقى من نوعية السائل المنوي ده عبارة عن إيه؟ طب إزاي أعرف أنا كويس ولا لأ؟ طب اللي زوجة بتزيد أعمل إيه أو أخد إيه؟ وهل ده الطبيعي؟ طب إيه الطبيعي؟ لون السائل المنوي اتغير، طب هو إيه اللون الطبيعي؟ هو أنا لو بلعت السائل المنوي ده في خطورة عليا؟ هل في تحاليل ممكن أعملها؟ وأسئلة كتير جدا عن الكمية، طب أنا الكمية السائل المنوي قد إيه؟ طب أنا أقللها أزودها؟ هو المفروض الكمية الطبيعية تبقى قد إيه؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها بإذن الله تعالى النهاردة. حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة للكبار فقط، فأي حد أقل من 18 سنة هستأذنكم يقوم ما يتفرجش على الحلقة دي. حلقة النهاردة قوية جدا وبتجاوب على أسئلة كتير جدا، ما تنسوش. أنا عمرو أبو بكر وأنت بتتفرج على من جوه الصيدلية، ويلا بينا. علشان نفهم طبيعة السائل المنوي ونعرف نرد على كل الأسئلة دي، خلونا نروح بسرعة كده ونفهم إزاي بيتكون. دي صورة الجهاز التناسلي للرجل. العنصر المهم فيها وهو الخصية، والخصية دي هي بتكون مسؤولة عن إنتاج هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون المسؤول عن إظهار صفات الرجولة عن الرجل، كمان مسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية. الخصية بتنتج تقريباً 1500 حيوان منوي في الثانية واحدة، يعني في خلال 64 يوم، وهي دي دورة الإنتاج، بتنتج 8 بليون حيوان منوي. تخيل. الفكرة ان هو بعد الانتاج ده لازم الحيوانات المنوية دي تروح تتخزن في جزء كده فوق الخصية لحد لما تكون نضج، يعني لحد لما تكون قادرة على الإخصاب. الحيوانات المنوية لما بتنتج من الخصية ما بتكونش نضجة، لازم تقعد شوية وقت عبل ما تتحول للنضوج. الحيوانات المنوية في حد ذاتها بتمثل قد ايه من حجم السائل المنوي؟ بتمثل 10% بس من حجم السائل المنوي، وحجم السائل المنوي الطبيعي بيتراوح ما بين 2 ملي ل 5 ملي في القصفة الواحدة، يعني اقل من 1.5 ملي بيبقى قليل، واكتر من 7 ملي بيعتبر ده مش طبيعي. لو جينا نبص على تركيب السائل المنوي هنلاقي ان 90% منه بيحتوي على بروتينات، بيحتوي على سكر الفركتوز. سكر الفركتوز ده اللي بتستهلكه الحيوانات المنوية عشان يديها طاقة، سكر بيتحرق فبيدي طاقة، واللي مسؤول عن الإفرازات دي غدة البروستاتا وأوعية المني، ودي بتنتج تقريبا خلينا نقول 60-30% من السائل المنوي. بالإضافة إيه للسائل المنوي ده؟ بيبقى فيه زنك، بيبقى فيه فيتامين بي، بيبقى فيه بروتينات. طيب أنا لو عملت تحليل دلوقتي، أول حاجة المفروض تشوفها في التحليل ده حجم السائل المنوي. الطبيعي المفروض يكون من 2-5 ملي. عدد الحيوانات المنوية في القذفة الواحدة المفروض يكون على الأقل 40 مليون. مقبول إن يبقى عندك 25% منهم ميتين، ممكن نقبل بده، لكن 75% لازم يكونوا عايشين. لو هو ميت أكتر من كده ده بيكون مش طبيعي. لازم يكون 30% من الحيوانات المنوية ده شكلها كويس، يعني ما فيهاش تشوهات، وتكون بتتحرك للأمام بشكل قوي وبشكل سريع. ده كله عشان ايه؟ عشان نضمن حدوث الحمل. وعشان نضمن حدوث الحمل لازم يكون العدد الصحيح اللي بيتحرك بشكل قوي وللأمام مش اقل من 20 مليون في المرة الواحدة. هو انا لو بلعت السائل المنوي ده هل في خطر عليا؟ مكونات السائل المنوي اصلا هي عبارة عن مية، فيتامينات، حاجة كده شبه الاكل بتاعنا، والجسم عادي جدا بيهضمها ومفيش فيها أي مشاكل. محدش أبداً بيحمل لو بلع السائل المنوي. الفكرة ببساطة إن ناس ممكن تقبل وناس ممكن الموضوع يكون ليها مش مستساغ. في بعض الحالات النادرة في ناس بيبقى عندهم حساسية من السائل المنوي ده، فممكن يطلع عليهم حساسية من السائل المنوي، وده يعني أخطر حاجة ممكن تبان. غير كده مفيش أي مشاكل. لو جينا دلوقتي نتكلم عن اللزوجة، فاللزوجة في حد ذاتها ضرورية جدا للحيوانات المنوية عشان تحافظ عليها وعشان تسهل الحركة، لكن المفروض اللزوجة دي تكون عادية مفيش فيها أي تكتلات، تبقى عاملة زي البلغم. عارف لما يبقى عندك كحة بلغم فتبقى فيه تكتلات؟ مش المفروض إن السائل المنوي يبقى فيه تكتلات زي البلغم كده، ولا يبقى سايب زي المية، لأنه لو سايب زي المية يبقى مفيش لزوجة عندك، فيبقى عندك
مشكلة. لو اللزوجة عندي متغيرة وأنا شايف كده حاجة غريبة عن الطبيعي، شايف فيه تكتلات مثلا، يا ترى إيه الأسباب؟ لو جينا نتكلم عن الأسباب فهنلاقي إن أول سبب بيكون وراء التكتلات دي إن بيبقى فيه حيوانات منوية كتيرة مفرزة متجمعة على بعض أكتر من الطبيعي، وفي الغالب الحيوانات دي بيكون فيها تشوه، فعشان كده بتبقى متجمعة على بعض بشكل غريب. السبب التاني الجفاف. قلة شرب المية ممكن يكون سبب ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا 80% من مكونات السائل المنوي هو عبارة عن مية، فلو حضرتك مش بتشرب مية مفيش مية هيبدأ يتخن. علشان كده من ضمن الحلول إنك تعالج اللزوجة العالية انك تشرب مية كتير. السبب الثالث من اسباب اللزوجة العالية ان يبقى عندك لخبطة في الهرمونات، خصوصا هرمون اسمه هرمون اللبن. لو هرمون اللبن ده عالي بيأثر على اللزوجة، وكمان مش بس على اللزوجة، لا بيأثر كمان على الرغبة بتاعت الرجل، وبيأثر كمان على الانتصاب. السبب الرابع وهو اشهرهم وهو العدوى البكتيرية. عدوى يا اما تيجي في البروستاتا يا اما تيجي في المجاري البولية، وممكن كتير جدا ما يكونش ليها اعراض. ايه العلاج اللي ممكن استخدمه؟ اول حاجة تبدأ تفكر فيها انك تستخدمها هو المضاد الحيوي، حاجة اسمها افالوكس، بيتاخد حبة مرة واحدة في اليوم لمدة 7 أيام، وممكن يتكرر كمان 7 أيام لو مفيش نتيجة. نشرب مية كتير، خد أدوية تقلل من اللزوجة زي الميكوسولفان مثلا، بناخد حبة مرتين لمدة 5 أو 7 أيام، أو ناخد الفوار اللي هو الـ ECC Long، وده ممكن نمشي عليه كمان أسبوع. لعب الرياضة أو المشي بيساعد كتير جدا جدا في إنتاج كمية أكبر من الحيوانات المنوية، وكمان بيقلل من مشاكل اللزوجة اللي ممكن تقابل بعض الرجال. خليني أقول لكم دلوقتي على معلومة شوية صدمة. في دراسة عملت في فرنسا على يمكن 26,000 واحد، لقوا إن تركيز الحيوانات المنوية قلت عند البشر بنسبة 32% من سنة 1990. إحنا كل سنة تقريبا بيقل بمعدل 1.2 حاجة كده عدد الحيوانات المنوية عند البشر، نتيجة طبيعية لأسلوب حياتنا اللي اتغير، أسلوب لبسنا اللي اتغير، الاسترس اللي عندنا، نوع الأكل اللي بناكله اللي مش صحي، التلوث، والتلوث ده بيلعب دور ابن لذينة بيبهدل المسائل في كل حتة. اللي بيأكد اللي أنا بقول لكم عليه دلوقتي واللي بيأكد الدراسة دي إن أنت وإحنا واقفين في الصيدلية إحنا بنلاقي شباب كتير عندهم 20 سنة وعندهم مشاكل جنسية صعبة جدا. إحنا ما كناش بنسمع المشاكل دي مع ناس عندها 50 سنة، جدي وجدك وأبويا وأبوك الناس دي كانت بتفضل 50 و60 سنة كان صحتهم زي الفل. دلوقتي احنا بيجي لنا ناس في الصيدلية 20 سنة و30 سنة والناس دي ماشية على أدوية عشان تبقى طبيعية. انا مش عايزكم تخافوا يا جماعه احنا مش جايين نخوف بعض، بس احنا جايين نقول لكم ان اكيد في حاجات ممكن ناخدها وحاجات ممكن نستخدمها ممكن تزود الكميه وتزود كمان من الحركه وتخلي السائل المنوي بتاعنا صحي وقادر على الاخصاء. اول حاجه ممكن نفكر فيها يا جماعه هو حمض اميني اسمه الارجينين. بتركيز فوق ال1000 ملي جرام في اليوم ليه تاثيرين مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه ان هو بيديك تاثير الفياجرا، بيضخ الدم ويقوي الانتصاب لأنه هو بيساعد على إفراز حاجة اسمها النيتريك أوكسايد، وده أعتقد تأثير مطلوب ومرغوب. تاني تأثير إن هو بيزود إنتاج الحيوانات المنوية وكمان بيحسن الحركة، وده بيساعد على زيادة الإخصاب. تاني حاجة تشتريها هي الكوينزايم Q10، وهو الإنزيم المساعد 10 اللي هو إنزيم الميتوكوندري، احنا بنسميها مصنع الطاقة في الجسم، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة، خاصة بتستخدم الطاقة دي علشان تنتج حيوانات منوية، تقريباً 1500 حيوان منوي في الثانية الواحدة، فمحتاجة طاقة عالية جداً، فبكده هيزود إنتاج حيوانات المنوية ويزود عددها. تاني حاجة الإنزيم المساعد ده بيعملها إن هو بيعتبر من أقوى مضادات الأكسدة المعروفة في وقتنا الحالي ده، الدور بيعمل حاجة رهيبة جداً، أولاً بيحمي خلايا الخصية من اي حاجه ممكن تدمرها، وبتحمي الحيوانات المنويه من التشوه. طب ايه اللي ممكن يعمل التشوه ده؟ احنا مش مستقلين الاسترس والتلوث، في حاجه عندنا اللي بتاكسد عدن التقيله، عندك التليفون والضوء والاشعه، كل دي حاجات بتدخل الخليه تاكسدها. لما بيبقى عندك مضاد اكسده قوي فده بيحمي الخليه عندك، ليه تاثير قوي جدا في الطاقه ان هو ينتج لك حيوانات منويه كتير ويديها الطاقه انها توصل لحد ما توصل للبويضه وتبدا تلقح البويضه. ده بيعتبر من اجمد الحاجات اللي انت ممكن تشتريها. الكوكيو انزيم عشان تديك التاثير لازم تتاخد 150 ملي جرام يوميا. لو هتشتري كبسولات
تركيزها أقل ممكن تاخد كبسولتين أو ثلاثة في اليوم مفيش أي مشكلة، وممكن تاخد كبسولتين ثلاث مرات مفيش أي مشكلة، بس خلينا ناخد التركيز اللي هو 150 ميلي جرام في اليوم. تالت حاجة تجيبها في الصيدلية وتخليها معاك هو فيتامين سي. فيتامين سي مضاد قوي جدا للأكسدة برضو، فهو هيحميها من التشوه، وكمان هو بيعتبر مصدر للطاقة، فهيدي طاقة للخصية وهيدي طاقة كمان للحيوانات المنوية. وفيتامين سي بتركيزات فوق ال 500 ميلي جرام يوميا لقوا ان هو ليه دور في زيادة عدد الحيوانات المنوية. رابع حاجة عندنا وهو عنصر السيلينيوم اللي نقصه في الدم بيسبب تشوهات الحيوانات المنوية، فلازم نحافظ على نسبته عالية في الدم. خامس حاجة معانا وهو الزنك، والزنك هنا ملهوش علاقة قوي بالعدد أو الحجم، لكن ليه علاقة بأنه بيقوي الحيوان المنوي وبيساعده على أنه يخترق ويدخل البويضة بسهولة، فده بيساعد على الإخصاب أو بيسهل الإخصاب. الحاجات اللي فاتت دي كلها من أهم العناصر المطلوبة لسائل منوي ممكن يكون جيد للإخصاب. ممكن نشوف مع بعض دلوقتي أشهر البراندات اللي موجود فيها الحاجات دي، ولو البراندات دي مش موجودة عندكم في البلاد اللي انتوا فيها ممكن تلاقوا نفس المادة الفعالة تحت أي براند تاني وممكن تاخدها. زي احنا قلنا لو التركيز مختلف ممكن تاخد حبة أو تاخد كبسولة أو تاخد كبسولتين اللي هو يديك المعيار اللي احنا قلنا عليه. فانت لو عايز ممكن تاخد فيتامين سي مع زنك، أو ممكن تاخد سيلينيوم والكوإنزيم Q10. وفي بعض البلاد يعني مثلا هنا في الإمارات كلهم موجودين في حاجة واحدة عبارة عن فوار. الفوار ده بيتاخد يوميا ل 12 يوم وبعد كده بيتكرر تاني ل 12 يوم كمان. ده ببساطة كان موضوع حلقتنا النهاردة، اتكلمنا فيه باقتضاب وبسهولة وبذكاء شوية عن موضوع السائل المنوي الجيد وازاي افهم، وردينا على كام سؤال جولي كتير جدا 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 على الانبوكس، والناس بعتتلي كتير جدا بيسألوني عليه، فقلت اعملها حلقة واحدة نقول للناس. والناس كتير كانت بتسألني نشتري ايه اللي موجود في السوق، ولو في اي حد عنده سؤال انا هكون اكثر من سعيد ان انا ارد على اسئلتكم. اشكر الناس اللي تعمل شير للفيديو في كل مكان، كل الحاجات دي بتخليني ابقى مبسوط جدا واحس ان انا بفيد الناس وبحس ان انا بقدم حاجة مختلفة. شكرا جزيلا، واتمنى اشوفكم على خير واشوفكم في حلقة جاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو ابو بكر. ما تنسوش يا جماعة تشوفوا الحاجات اللي تحت في الديسكريبشن. باي باي.